انت رايك انه الاغلب المطاعم حتى السفري محجز؟ والله هذه مشكله، لان ذولا ناس عوائل وارزاق، وهذولا عيشتهم يوميه، يعني اذا ما اشتغل ما اكل، يعني اذا مضرته كثيره. فالحل بديل، انت تلاحظ الاشغال والبطاله كثيره، فهذه لازم يعني على الاقل السفري يفتحوها. هل العالم تشتغل؟ ما تقف الحركه، لازم الحركه تستمر. والله اخوي اسد، طبعا تدري هاي الوباء يعني سد المطاعم، شيء مو بس مطاعم، يعني اكثر شيء اشياء مسدوده هسه، شغل ماكو. تدري تعرف الناس بكره ما عندها مثلا وين يقعدون مثلا، يعني شو يسوون؟ المطاعم كان بالسابق بايام المنع ياخذون سفري وشي. صحيح، قبل كان ياخذون سفري مثلا، يجون ياخذون سفري، او مثلا اكو مطارات يوديهم مثلا للبيوت. هذه هذه بس يعني حتى سفري ماكو، هسه سفري ماكو، هاي ما تاثر يعني على المواطنين وحتى على اصحاب المطاعم. اي اثر طبعا، ياثر، ليش ما ياثر؟ ايش تطالبون؟ نطالب فتح يعني المطاعم، بس يكون يعني بانتظام، يعني لبس الكمامات والش اسمه الوقاية. نعم، المطاعم هي اجتماع بين العالم، يعني يجون على المطاعم ياخذون السفري، سي عدو يعني. يعني السفر ياخذ ويمشي؟ ياخذ ويمشي، بس يقعد جوا سي عدو بيه، يعني سي إصابة بيه. والفران معزلة عليه، شوف العنب كلها ماكو فتح. ايش تطالبون؟ ايش تطالبون؟ رأيكم؟ والله نحن رأينا فتح على الفران، ونحاول نشوف كيف يظل مستمر، حتى لا يصير إصابات، والحمد لله.